بكل تواضع نعبر عن شكرنا وسعادتنا بحضور شخصية علمية كبيرة وارث رسالة النبوة وحافظ تراث العلوم الإسلامية، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين. وإن حضور فضيلة الإمام الأكبر اليوم في معاهد وجامعة دار النجاح الإسلامية هو لحظة تاريخية سنتذكرها دائما. لقد جاء حاملا نور العلم والحكمة والذي سيثري بإذن الله ثروتنا العلمية والروحية. وها هو الأزهر الشريف الذي كان ولا يزال منارة للعلم والنور في العالم الإسلامي. كم يغمرنا السرور والفخر بهذه المناسبة العظيمة. إننا نشعر بسعادة غامرة واعتزاز كبيرة لهذه اللقاء المبارك. إن الأزهر قد ساهم كثير ومؤثرا في تقدم المعاهد وإعداد الجيل المسلم الإندونيسي، ويكون الأزهر الشريف المرجع الأولى لتعليم الدين في إندونيسيا. دار النجاة الآن تبني مبنى مكونة من 7 طوابق إن شاء الله مع محبط للطيران لهليكوبتر، ونأمل أن يحقق هذا المبنى الذي سيطلق عليه اسمه مبنى الأزهر إن شاء الله. إذن العلم أولا والعلم ثانيا والعلم ثالثا، وأرجوكم وأنتم يعني ظروفكم أصعب من ظروفنا. احنا حين تعلمنا لم تكن هناك اي شواغل او مزعجات تشغلنا او تزعجنا عن طلب العلم. ايضا انصحكم بان لا تنغلقوا في تيار واحد من تيارات العلوم. هناك مثلا أناس يتشددون لمذهب معين يتخصصون فيه، ولنقل مثلا مذهب الإمام الشافعي. أنا أعتقد مذهب الإمام الشافعي رضي الله هو المذهب هنا السائد، وهو مسلم على كل حال، وأنا متعصب له، ولكني مالكي المذهب. تعصبت للمدينة المنورة ومكة المكرمة قبل أن أتعصب لمصر العزيزة بلدي. تجدد فعلا لدي الأمل الكبير بأن فعلا هذا الدين إن شاء الله دائما له رجال ونساء يقفون وراءه. أنا إن شاء الله طبعا يعني لا أدري قد يطول العمر بحيث تكبرون وتحصلون على الثانوية وتدرسون عندنا في الأزهر أو لا، وعلى كل حال لو كنت أنا موجود إن شاء الله باب أبواب الأزهر كلها مفتوحة لكم إن شاء الله.